حدثنا محمد بن المثنى حدثنا عبد الوهاب حدثنا خالد عن عكرمه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم وهو في قبه اللهم اني انشدك عهدك ووعدك اللهم ان شئت لم تعبد بعد اليوم فاخذ ابو بكر بيده فقال حسبك يا رسول الله فقد الححت على ربك وهو في الدرع فخرج وهو يقول سيهزم الجمع ويولون الدبر بل الساعه موعدهم والساعه ادهى وامر وقال وهيب حدثنا خالد يوم بدر